السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. إن شاء الله في هذا الفيديو حنكمل درس قوانين النهايات، وحيكون إن شاء الله آخر فكرة في هذا الدرس. إحنا تعلمنا أن النهاية بتتوزع على القسمة، بس ننتبه لشيء معين. هنا عندي قسمة اقترانين مقسومات على بعض، هنا عندي اقترانين مقسومات على بعض، عندي اقترانين مقسومات على بعض. الآن أنا بدي أحسب لهم النهاية، النهاية حتتوزع على البسط وعلى المقام وعوض مباشرة. يعني تلخيص كل الفيديوهات السابقة اللي أخذناها عن النهايات، نستنتج منها إنه لما بدي أجي أحسب النهاية لازم أعوض مباشرة في الاقتران اللي عندي. طيب نيجي نعوض مباشرة في الاقتران الأول، نعوض الثلاثة، بدها تصير ثلاثة تربيع زائد عشرة على ثلاثة زائد ستة. ثلاثة تربيع تسعة زائد عشرة 19 على ثلاثة زائد تسعة، ثلاثة زائد ستة تسعة، طلعت عندي 19 على تسعة. هذا هو جواب النهاية. هذا زي ما تعودنا في الدروس السابقة، إني أعوض مباشرة في النهاية، الجواب اللي بيطلع عندي، العدد اللي بيطلع عندي هو جواب النهاية. نيجي على السؤال اللي بعدي، نعوض الأربعة، بعطيني 2 مضروبة في س، بدي أحط محل س 4 ناقص 8 على 4 عفوا 4 زائد 5 تساوي 2 في 4 8 ناقص 8 على 4 زائد 5 8. 8 ناقص 8 اللي في البسط بعطيني 0 على 8، 0 على 8 دائما 0، الجواب 0. هذا هو جواب النهاية. يعني لما يعطيني عاد دائما يطلع عندي الجواب 0 على عدد يساوي 0. هذه قاعدة لازم تكون موجودة عندنا، 0 تقسيم عدد دائما 0. هنا ما في مشكلة، نيجي على بعديها ان نحسب النهاية للسؤال اللي بعده، نعوض الاثنين في النهاية تصير 4 ناقص 2 تربيع على 2 ناقص 2 وتساوي 4 ناقص 2 تربيع تصير 4 ناقص 4 على 2 ناقص 2 وتساوي 4 ناقص 4 في البسط تعطيني 0، 2 ناقص 2 في المقام تعطيني 0، صار عندي 0 على 0. شباب دائما لما تعويض النهاية يعطيني 0 على 0، هنا أنا في عندي مشكلة يجب أني أحلها، لازم أشيل مسبب الصفر اللي في البسط مسبب الصفر يلي في المقام. يعني في عندي مسبب صفر هنا في البسط، في اشي بعوض فيه الاثنين بعطيني صفر، وهون في شيء بعوض فيه الاثنين بعطيني صفر، بيخلي النتيجة النهائية تطلع صفر على صفر. هنا يوجد مشكلة، يجب حلها. طيب كيف نحلها يا استاذ؟ بكون حلها بالطريقه التاليه. الان كيف بدنا نحل المشكله هذه؟ نيجي هون، بس خلينا نراجع المخطط هذا. لما يكون عندي نهايه قاف السين على هاء السين، في عندي اربع احتمالات ممكن للناتج اللي يظهر عندي، يا اما انه يطلع عندي رقم على رقم وهذا حيكون جواب النهاية، بعتمده هذا كجواب للنهاية، او يطلع عندي
صفر على عدد حيكون الجواب النهاية صفر، وهذا بعتمده كجواب للنهاية إنه صفر، أو إنه يكون ألف على صفر، وهذا أنتوا مش معنيين فيه، مش داخل معاكم في المادة، يعني مش حيجيكوا سؤال يطلع جواب النهاية فيه عدد على صفر، أو إنه يطلع صفر على صفر، وكل شغلنا حيكون هون في هذه المنطقة. يوجد مشكلة يجب حلها. طيب كيف يا أستاذ ممكن إننا نحلها؟ عادة المشاكل اللي عندنا بحلها عن طريق التحليل، طبعا تحليل فرق بين مربعين، فرق بين مكعبين، مجموع مكعبين، أو تحليل عبارة تربيعية، وكله حنشوفه الآن مع بعض. عندنا السؤال لأمامنا، آخر سؤال كان في السلايد السابق، اللي هو نهاية 4 ناقص س تربيع على 2 ناقص س. هذا السؤال كيف بدي أحلله؟ بس نتذكر مع بعض قاعدة فرق بين مربعين، كانت عبارة عن ألف تربيع ناقص باء تربيع تساوي، بفتح قوسين طبعا هنا فرق بين مربعين، ألف تربيع عدد تربيع ناقص عدد ثاني تربيع، بفتح قوسين صغار بحط ألف في القوس الأول وألف في القوس الثاني، مرة زائد مرة ناقص، وحط باء في القوس الأول وباء في القوس الثاني. هيك أنا بكون حللت الفرق بين مربعين. نشوف البسط، هل البسط بضبط أني أعمل له تحليل فرق بين مربعين؟ 4 ناقص س تربيع، الأربعة هذه عبارة عن 2 أس 2، بدي أكتبها على صورة 2 أس 2 ناقص س تربيع تساوي. هنا عندي فرق بين مربعين، بروح بفتح قوسين صغار، عندي الاثنين تربيع بوزعها، بحط اثنين هون واثنين هون، مرة زائد مرة ناقص، س تربيع بوزعها س هون س هون. هيك أنا بكون حللت البسط. باجي هون بكتب التحليل تبعه، طبعا احنا هون جربنا عوضنا مباشرة، طلع عندي صفر على صفر. الان ده بلش احل المشكلة اللي عندي، ده بدأ احل المشكلة. حكينا نبلش تحليل نهاية سين تقول الى الاثنين، بدنا نحلل البسط، وتحليل البسط هيو حللناه، ناقصين 2 ناقص س 2 زائد س. المقام ما بتحلل، ما بقدر احلله، بنزله زي ما هو 2 ناقص س. عندي في البسط 2 ناقص س ضرب 2 زائد س على 2 ناقص س، عندي فوق 2 ناقص س و 2 ناقص س. هل هدول بقدر احذفهم؟ نعم بقدر اني احذفهم وروحوا مع بعض. شو بضل عندي؟ نهاية 2 زائد س لما س تقول للاثنين. انا عندي القوس هذا انحذف مع هذا القوس، بضل عندي هذا القوس وهيني نزلته. الآن بنرجع على مبدأ النهايات، بعد ما حذفت بروح برجع أجرب، بعوض مباشرة، بدي أشوف شو الناتج اللي بطلع عندي. نعوض تتصير 2 زائد س، محل س بدي أحط 2، هذه الاثنين بقصد فيها، بدي تصير 2 زائد 2 4، وهذا هو جواب النهاية المطلوب مني. هيك أنا قدرت أوجد النهاية وإني أحل المشكلة الموجودة وأطلع النهاية. نيجي للسؤال اللي بعده، معطيني نهاية س تكعيب زائد 27 على س زائد 3 هون لما س تقول للسالب 3. لو عوضنا بشكل مباشر، الكل يجرب يعوض،
حيعطيني الجواب صفر على صفر، معناته في عندي مشكلة لازم أحل هذه المشكلة. طيب بقدر أحلل البسط. طيب البسط شو تحليله؟ البسط عبارة عن مجموع مكعبين، وقاعدة مجموع المكعبين هيها ألف، لما ألف تكعيب زائد باء تكعيب بدي أحللها، بفتح قوس صغير وقوس كبير. القوس الصغير بحط فيه ألف زائد باء بدون التكعيب، القوس الكبير بربع ألف، ألف تربيع عكس الإشارة هذه، بحط ناقص ألف ضرب باء، ألف ضرب باء زائد باء تربيع، هي باء تربيع. ممتاز. الآن بدها تصير عندنا المسألة هذه سين تكعيب زائد 27، كيف ممكن إني أحللها؟ خليني نحلها كمثال إن هنا. سين تكعيب زائد 27. لازم يكون عندي مكعب زائد مكعب. طيب سين تكعيب جاهزة، 27 كيف بدي احولها لمكعب؟ تصير عندي سين تكعيب زائد 27 عبارة عن 3 قوة 3. هون صارت نفس الصيغة هذه، ألف تكعيب زائد باء تكعيب، هيها سين تكعيب زائد 3 تكعيب. سين هي مكافئة ألف، 3 هي باء. نحلل عفوا، يساوي بفتح قوس صغير وقوس كبير، سين زائد 3، بحط في القوس الصغير سين زائد 3، القوس الكبير حربع السين، هاخذ عكس الإشارة ناقص، بعدين سين ضرب 3 يعني 3 سين زائد 3 تربيع. طبعا 3 تربيع بقدر استبدلها ب9. طيب نروح نحط التحليل في السؤال، بدها تصير عندنا نهاية سين زائد 3 في سين تربيع ناقص 3 سين زائد 9 على سين زائد 3. طبعا سين تؤول إلى سالب 3. الآن أنا عندي في البسط سين زائد 3، وفي المقام في عندي سين زائد 3، بقدر أحذفهم مع بعض. يعني سين زائد 3 هذه هتروح مع هذه، شو حيضل عندي؟ حيضل نهاية بس القوس هذا اللي حيضل، سين تربيع ناقص 3 سين زائد 9 سين تؤول السالب 3. الآن بعد ما حذفت مباشرة، الخطوة بعديها تعويض مباشر. نعوض سالب 3 تربيع ناقص 3 ضرب سين، محل سين ده حط سالب 3 زائد 9 راح تساوي 27. هذا الجواب النهائي. هيك احنا قدرنا ان نوجد قيمة النهاية. هيك يا شباب نكون قدرنا نخلص الفيديو الاخير لدرس قوانين النهايات، شملناها بثلاث فيديوهات. طبعا في افكار اكثر
بنفس الفكرة الرئيسية، لازم إن نحل مسائل أكثر عشان إن نتقن هذا الدرس. الله يعطيكم العافية وبالتوفيق إن شاء الله.